السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا وبناتنا الصف الثاني الثانوي الأدبي والعلمي، تحياتي لكم للمرة الثانية في الحصة الثانية اللي هي تبع الريال فانكشن. وهناخد النهاردة حاجات من ليميتس، وهناخد كمان حاجات النهاردة زيادة على تريج عشان برضو نمشي مع المنهج بتاعنا جزء بجزء. امبارح اتكلمنا على بعض الحاجات اللي احنا شفناها، يعني من خلال ازاي اتعامل على الفانكشن، ووصلنا بعض الامثله الصغيره اللي بتعرفني ايه هو الدومين وايه هو الرينج. انا بعمل مراجعه بسيطه كده خفيفه عشان ولادي يعرفوا ايه اللي حصل. المنظر اللي قدامنا ده اسمه فانكشن، ان كل اليمنت من اكس ظهر ابير وان تايم، واتكلمت حاجه اسمها الدومين اللي هو الاكس والكو دومين اللي هو الواي، واتكلمت على الرينج اللي هو ال6 وال8 وال9. برضو خدنا امثله ازاي نحدد الاشكال اللي هي فانكشن ولا لا، وطبعا كلنا شايفين الشكل الاولاني ما ينفعش عشان الفور مش طالع لها اسهم. نمبر 2 برضو ما تنفعش عن الثري هاز تو ارو، اما نمبر 3 هي دي فعاله الفانكشن بالنسبه لنا. خدنا برضو امبارح ازاي نحدد من الرسومات ايه هي الفانكشن. قلنا لو عند واقف عند اي نقطه على الاكس وطلعت الستريت لاين لفوق، لو قطع الكيرف ده في نقطه واحده يبقى انت كده بتتكلم على ايه؟ على فانكشن. عندنا النمبر 1 تمشي، نمبر 2 ما تمشيش عشان ال1 طالع له اكتر من اجابه، يبقى النمبر 2 دي از نوت فانكشن. نمبر 3 فانكشن عشان كل نمبرز هاز 1 فاليو. نمبر 4 نوت فانكشن، لو انت وقفت عند ال2 هتلاقي ليك اجابتين، اجابه فوق واجابه تحت، دي از نوت فانكشن. انا بعمل ريفيجن بسيطه عشان اللي ما حضرش معانا اول حصه يبقى فاهم ايه اللي حصل. خدنا امثله ازاي نطلع الدومين، قلنا لو مسكت اول واحده نمبر ايه هنلاقي ان المستر راسب لنا ستريت لاين بارل اكس اكسس، وكده معنى كده ان الستريت ده جاي من يمه النيجاتيف رايح ليمه البوزيتيف، معنى كده كل النمبرز اوف اكس اكسس يعتبر بالنسبه لنا دومين للمساله دي. لو اتكلمت على الرينج هنلاقي نمبر اللي هو رقم 2 او 2 عندي في الجراف او نمبر ايه فاليو اوف 2 ده الرينج بتاعنا. ليه؟ ال1 مطلع 2، ال2 مطلع 2، نيجاتيف 1 مطلع 2، كل الارقام دي الفاليو او الام لقيتها 2، اذا الرينج بالنسبه لنا 2. طيب لو كمان طلعنا قدام بقى شكل، خدنا امبارح ازاي نعمل برضو جراف للفانكشن اللي قدامنا ديت، كان عايز يقسمها من نيجاتيف 2 ل 2، وعملنا تيبل جميل وشفنا اول كيرف بدا من نيجاتيف 2 وانتهى ل 2، وتاني كيرف او تاني لاين طلع من 2 لغايه 5، واتكلمت ازاي نطلع الدومين اللي هو من نيجاتيف 2 ل 5. النهارده بقى بنتكلم على حاجه مهمه بقى خالص، ودي اساسيات الفانكشن. انا عايز اعرف ايه حكايه الدومين بقى للمستر كل شويه شاغلنا بيه ده بقى. لو انا معايا فانكشن مش مرسومه وطلب مني يطلع الدومين، اهم حاجه انت بتتعامل مع مين؟ لو بتتعامل مع فراكشن احذر، ما ينفعش يبقى تحت زيرو. كلنا عارفين لو 3 على زيرو تبقى ماس ايرور، 5 على زيرو ماس ايرور. لو انت جربت بالكالكولتر كده وقعدت تفكر الله انا اعمل 5 ديفايدد زيرو، هتلاقي القلم طلع لك ماس ايرور. ليه؟ بتقول لك العمليه دي مش ناجحه معانا. انت عايز تعمل 5 على مين؟ على مفيش حد، ده كلام مش ماشي عندنا في المات. اذا احنا بقى في فراكشن فانكشن عنده مشكله، ما حدش فينا يقدر يحط زيرو تحت الدينوميتر اللي ده، ممنوع الاله تطلع ماس ايرور. لو انا جيت على نمبر ايه وعايز ابحث الدومين واقول لك تعالى نجرب كده ايه مع نفسنا حبه ارقام، تعالى احط مثلا الفايف هيبقى فوق 5 بلس 3 وتحت 5 بار 2 ماينس 9 هتلاقي لي انسر. تعالى جرب الزيرو يا عم، 0 بلس 3 فوق وتحت 0 بار 2 ماينس 9 هيطلع انسر. تعالى كده من ورا المستر وحط ال 3 بقى كده، شوف اللي هيحصل، هيبقى 3 بلس 3 ده كده 6 فوق، ده كلام جميل. طب تعالى تحت في الدينوميترز 3 باور 2 ماينس 9 هتبقى 0، هتبقى انت بتقول 6 على 0. 6 على 0 دي في الناس عندنا هاز نو مينينج، يبقى انت كده وصلت لحته ان الرقم ده او 3 نفسها مش هينفع تاخد لها اجابه عندك في الفانكشن دي. طب واحد يقول لي يا مستر طب انا كمان عندي نيجاتيف 3 كمان اهي عوض بيها كده، هلاقي برضو مشكله برضو ماس ايرور. اصبح عندنا رقمين لو دخلناهم في الفانكشن نمبر ايه تبقى ماس ايرور، من هم تو نمبر دولت 3 ونيجاتيف 3. جبتهم منين يا مستر؟ وانت هتقعد تجرب بقى كل مره 2 و3؟ قال لك لا، احنا ناخد المساله بالراحه كده وناخد دينوتر من هدوء بالراحه واعمل له فاكتورايزنج او اساويه بالزيرو. خد كده اكس باور 2 ماينس 9 كده اطلع بيها بره في اي حته كده بكراستك، جاهز معايا؟ معاك القلم؟ لسه بتدور على القلم؟ جبته خلاص؟ الله ينور. يلا اكس باور 2 ماينس 9 ايكوال 0، تيجي ودي ال 9 الناحيه الثانيه راحت الناحيه الثانيه، اقراها لي كده.
سمعتها منك؟ اه اكس باور 2 بتساوي 9. جميل. طب خد سكوير روت كده، يبقى اكس بتساوي بوزيتيف والنيجاتيف روت 9. مين بقى ولا شطار حافظين بقى روت 9 كام من غير آلة؟ ها كام؟ 3. جود. يبقى اكس بتساوي بوزيتيف والنيجاتيف 3. اذا الرقمين اللي احنا طلعناهم دولت هم اللي بيخلوا الدينوميتر ده بزيرو، اذا لازم نطلعهم من الار. طالما طلعناهم من الار كل الارقام اللي بعد كده مباحه بالنسبه لنا، نحط ال5 تنفع، ال9 تنفع، ال0 ينفع، لكن اكسبت 3 ونيجاتيف 3. وبالتالي لو سالنا على الدومين بتاع الفانكشن دي اقول له ار ديفرنس بلس ماينس 3. كده بقى ايه؟ احنا حمينا نفسنا ان ما حدش يجي من ورانا ويعوض بنمبر ويطلع له ماس ايرور. لا بالعكس، كل ما هعوض باي نمبر هيطلع له اجابه. خدنا الحاجه اللي عملت مشكله وطلعناها بره وطلعنا له اجابه. اذا اي فراكشن فانكشن هتجي لنا اول حاجه هتعملها هتاخد الدينوميتر اللي عندك ده وتساويه بالزيرو. يا عم تجيبها بالاله ماشي، على مود ايكويشن وتجيبها ما حدش هيقول لك حاجه. جبتها بالفاكتورايزنج ماشي، جبتها بالفورمولا ماشي، المهم طلع لي النمبر الفاليو اللي هي بتخلي الدينوميتر بزيرو عشان نستبعدها من ار. عشان لما اقول الدومين هقول ار ديفرنس بوزيتيف ونيجاتيف 3. تعالوا نروح نمبر بي عندنا الناحيه الثانيه. طبعا كل ولادي عارفين ان اي روت هيجي لنا هيقول يا مستر زمان لما كنا في الاعدادي كده كنت بعمل روت 5 يطلع لها اجابه، روت 9 يطلع لها اجابه. لكن لو جيت من ورا المستر وعملت سكوير روت نيجاتيف 9 ايه اللي بيحصل؟ هتطلع الاله مس ايرور، تقول لك انا ما عنديش حاجه اجيبها للنيجاتيف، ما عنديش رقم يتعمل باور 2 يطلع بالنيجاتيف. اذا دلوقتي احنا ممكن نحط نفسنا في مشكله مع السؤال ده. لو انا قلت لك طلع الدومين هتقول لي يا مستر انا هدور على ارقام تخلي الروت ده بوزيتيف. اه احنا مطالبين كده، عايزين نطلع الارقام اللي من ريال نمبرز نختارها ونحددها بحيث ان انا ما اعمل بقى سبستيوت الاقي للفانكشن دي اجابات. تعالى كده نبعد الاول ناخد موضوع التجريب نجرب مع بعض كده. حط كده مثال مثلا كده عندك كده، وليكن مثلا مثال نحط رقم 7. يلا اف 7 بتساوي هيبقى 7 ماينس 3 هيبقى 4، روت 4 2، حط 5، 5 ماينس 3 2، روت 2، روت 2 يطلع بالقلم ينوم الاجابه عندي مش مشكله. طب تعالى بقى احط روت 3، هحط 3 هيبقى 3 ماينس 3 بزيرو، الاجابه؟ اه طبعا الاجابه روت 0 بزيرو. واحد يقول لي بقى يا دكتور طب ما ايه رايك لو حطينا بقى 1؟ جرب كده، اقول له ماشي روت 1 ماينس 3 هلاقيها طالعه روت نيجاتيف 2. هتدخلها على الاله تطلع لك ايه؟ اجابه ولا ماس ايرور؟ ماس ايرور. برافو عليكم. اذا كده واضح ان في ارقام اهي مش عايزه تيجي معانا ايه في المساله. احنا بقى عايزين نطلع الارقام اللي تشغلنا. نعمل ايه؟ لما نلاقي مساله سكوير روت اقف بقى قدامها انتباه كده ايه؟ ساكت شويه. اخد الحاجه اللي تحت الروت دي اعملها مور ذان اور ايكوال زيرو. ده الشرط اللي تتكلم مع سكوير روت بي. اوعى تعمل حاجه غير الشرط ده. اللي عايز يقعد تحت الروت لازم يسمع كلامه، يكون مور ذان اور ايكوال زيرو. هناخد كده على ورقه على جنب كده وهكتب اكس ماينس 3 bigger than or equal. طبعا انتوا لسه لحد دلوقتي بتغلطوا في مور ذان ولزان، انا شايفكم قدام مني اهو. لا اكس ماينس 3 العلامه فتحتها قامت 3 اكبر من مور ذان ايكوال زيرو، ودي 3 الناحيه الثانيه. اقرا كده هيبقى الكلام عباره عن ايه؟ اكس مور ذان ايكوال 3. كده المساله بتقول لك انا هاخد الناس دي بتوعي بس اللي هم اون نمبرز من اول 3 لغايه الانفينيتي. اذا معنى كده بقى احنا ايه الدومين هيبقى ايه بالنسبه لنا؟ هيبقى 3 كلوزد وانفينيتي. طيب لو انا خدت ال 3 دهيت وعوضت بيها هيطلع اجابه، ال 4 هيطلع اجابه، من تحت ال 3 مش هينفع. يبقى الفانكشن نمبر بي بتختص بالنمبرز اللي هم من اول ال 3 لغايه الانفينيتي. هو ده الدومين بتاعها بقى. عرفت بقى ازاي نطلع الدومين؟ هو ده الارقام اللي بتشغلها. The value of x satisfy the function. قيم الاكس اللي تشغلنا اللي انا ممكن اعوض بيها والاقي لها انسر. طيب يلا بينا كلنا زي الشطار نروح نمبر سي. زمان واحنا في جروب 2 كان المستر يقول لنا ايه؟ هات كيوبيك روت 8. احنا فرحانين بقى ونروح جايين على الاله حاسبه ومطلعين يطلع بكام؟ ب 2.
هات كيوبيك روت نيجاتيف 8، هلاقيه طالع نيجاتيف 2. يلا طب ايه اللي حصل؟ اشمعنى الاله بقى مع ده بالذات مطلعه لي اجابتين؟ ما يعني مش عايزه تزعله في حاجه. كيوب 8 بيطلع 2، كيوبيك روت نيجاتيف 8 بيطلع نيجاتيف 2. اذا كيوبيك روت كلامه ماشي على ايه؟ على البوزيتيف وعلى النيجاتيف. يبقى معنى كده مفيش رقم هتجيبه تعمل بيه سبستيوت بالاكس ويقف قدام منها. لا يا عم، جرب اي رقم، حط ال1 حط الزيرو حط الهاف حط اي رقم يعجبك، هتلاقي المساله ماشيه معاك تمام، مفيش رقم يزعلك خالص. الفانكشن دي هتروح انت قايل له بقلب جامد كده الدومين بتاع الفانكشن دي الريال نمبر كلهم بلا استثناء، ما عندناش رقم يقف قدام منها الفانكشن دي. شفت الفرق بين سكوير روت والكيوب؟ ايه بقى؟ سكوير بيخاف من نيجاتيف، ده ما بخافش لا نيجاتيف ولا بوست، ما يهمهوش. حط بوست ماشي نيجاتيف ماشي هيطلع لها. يبقى اذا نمبر سي او اف 3 الدومين بتاعها اسمه ايه؟ كابيتال ار، اللي هي الريال نمبر اللي هي من اول نيجاتيف انفينيتي لغايه انفينيتي. طبعا انتوا بتسالوني بقى طب نمبر 4 ده بقى هنعمله فيها ايه؟ نمبر 4 الراجل قال لك الله ولادي فهموا نمبر ايه؟ ان الفراكشن ما يحبش تحت منه زيرو، وفهموا نمبر بي ان الروت ما يحبش تحت منه نيجاتيف. انا بقى هجيب اكزامبل في الفراكشن وفي الروت، والجدع بقى يحل. قالوا لا 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 استنى، احنا عايزين نحط نفسنا رول، قاعده ان احنا لا نزعل الفراكشن ولا نزعل الروت، بحيث ان احنا نطلع متفقين احنا الاثنين على دومين متحد بينا وبين بعض. اول حاجه نسال مين فينا؟ نسال مين؟ السكوير روت. هو السكوير روت عايز ايه؟ يقول لك انا باخد مور ذان اور ايكوال زيرو، ده السكوير روت. لكن الفراكشن هيقول لك ايه؟ ما ينفعش احط تحت مني نيجاتيف. اذا عشان نطلع من المأزق ده هعمل حاجه حلوه اريح ده خالص، بدل ما هعمل مور ذان اور ايكوال لا هعمل مور ذان بس. يبقى انا كده ايه؟ ما زعلتش الفراكشن، ما حطيتش تحت زيرو، وعملت مور ذان يبقى انا ما زعلتش سكوير روت. يبقى اذا انا همسك القلم الرصاص بتاعي وهكتب يلا مع بعض كلنا 3 ماينس اكس مور ذان بس زيرو، ما حطيناش ايكوال اهو عشان روت قاعد هنا في الدنومتر تحت. طب يا ترى يا مستر مين يروح الناحيه الثانيه؟ ال 3 احسن ولا الاكس؟ بقول لكم سامعين تقول الله ده في ناس تحب ال 3، لا ما نحب اكس احسن، اكس لو راحت هتضيع نكس بالنسبه لنا. يبقى يلا نروح مع الطلبه الشطار دول نودي الاكس الناحيه الثانيه، هيبقى 3 مور ذان اكس. كلام كويس؟ لو انت حاطط سن القلم على الاكس، الاكس بيقول لك انا اصغر من 3، انا كل الارقام اللي تبقى اقل من 3. انت لو عامل نمبر لاين هتشاور على الناس اللي قبل 3، يبقى هتاخد الناس انهم اللي هو من اول نيجاتيف انفينيتي لغايه 3 اوبن. حرص قوي من كلمه اوبن دي عشان ما تدوعش نفسك في غلط. لو عملتها كلوزد يبقى انت زعلت الفراكشن، هيبقى ساعتها الاجابه مسيره. لكن عشان ابقى ماشي صاحي اقول له الدومين بتاع نمبر دي هو من اول نيجاتيف انفينيتي لغايه 3 اوبن، هي دي الارقام اللي جربها. واحد يقول له مستر انا مش مصدق، يقول له يا عم تعال اختار لي اي رقم في دماغك. انا سمعت بيقول لي يا مستر انا عايز احط مثلا 1. ماشي حط ال 1 كده 3 ماينس 1 2 1 على روت 2. بسم الله ما شاء الله اجابه جميله اهي، مش مزعلك في حاجه. حط الزيرو 1 على 3 ماينس 0 يبقى 1 على روت 3 شغاله. واحد يقول له يا مستر طب بص بقى انا هجرب حاجه ايه بعد 3 الناحيه الثانيه، حط ال 5 هيبقى 3 ماينس 5 بكام؟ سامعك كم؟ نيجاتيف 2. طب نيجاتيف 2 دي بقى لها سكوير روت؟ ملهاش، يبقى ماس ايرور. صدقت يا عم؟ صدقت ان الفانكشن دي الدومين بتاعها من اول نيجاتيف انفينيتي لغايه ال 3 اوبن؟ تمام كده. طبعا المستر جايب لنا امثله اكسترا تحت زي ما انت شايف كده، بيقول لك ايه؟ حاول كده بقى ايه؟ نشغل مخنا بعيد عن القلم والكالكوليتور. شغل بقى الطلبه اللي هم ايه؟ بياخد المساله كده من على البورد بسرعه. تعالوا كلنا نروح للنمبر A، بيقول لي determine the domain of the following real function defined by the next rule f1 to x plus 3 على x power 2 minus 3 plus 2 diffraction function. كلنا بنفتش في دماغنا، انا شايف واحد بيمسك الاله اهو بيقول انا هروح كده بسرعه اخش على mood equation واختار طبعا نمبر 3 واقول لها 1 equal negative 3 equal 2 equal عشان اطلع 2 numbers. كلام جميل. طلعوا معاك كام؟ طلعوا 1 و 2، رائع. ال 1 و 2 اللي طلعوا لك دول بقى ايه؟
هم الارقام اللي بيخلوا الفانكشن تحت بزيرو، اذا لازم نستبعدهم من ار، يبقى نمبر ايه دومينها؟ ار ديفرنس ال1 وال2، ابعد عن دول بالتحديد، لكن الباقي تحت امرك، عوض بيه زي ما انت عايز. واحد يقول لي يا مستر انا شاطر في الفاكتورايزنج، اقول له ماشي يا عم يلا نفتح تو براكت مع بعض. فتحت التو براكت مع بعض، يلا بينا اكس او اكس، شاطر. طب التو عايزين تو نمبر، لما اعملهم مالتبلاي يطلعوا تو، بس بشرط الادنج بتاعهم 3. اه سمعت، بيقول لي ال1 وال2 رائع، حط ال1 وال2 في اي اللي عجبك. طب لما نلاقي بلس في الاخر ايه اللي بيحصل؟ المفروض السايز تبقى زي بعضها، زي اللي في النص. شفت بقول لك ايه؟ لما نلاقي بلس في الاخر يبقى الساينز اللي هم الاشارات بتاعتنا شبه بعضها، بس شبه اللي في النص. مين بقى اللي في النص عندك؟ ماينس، يبقى ماينس وماينس. طب افرض يا مستر لو في النص كان بوزيتيف، كنا ساعتها قلنا بوزيتيف وبوزيتيف، يبقى انا كده خلاص اكس ماينس 1 اكس ماينس 2. طبعا انت شاطر، هتطلع اكس مره ب1 واكس ب2، هتقول له الدومين ار معانا ال1 والايه وال2. شفت الكلام بقى سهل ازاي؟ يلا يا عم على نمبر بي، شجعني كده وقول لي يا دكتور انا كده سامع معاك وفاهمك كويس. بص بقى على اكس ماينس 2، انت لسه قايل يا مس ان الرود ما بحبش تحت منه نيجاتيف، وبيشترط عليا ان اللي يسكن تحت مني يكون مور ذان اور ايكوال زيرو، مور ذان اور ايكوال زيرو. خد بقى اكس ماينس 2 كده واعملها مور ذان ايكوال زيرو كده، مسكت القلم معايا، امشي معايا خطوه خطوه كده. ها x minus 2 more than equal 0، عدي تو الناحيه الثانيه، هتروح بالاشاره ايه؟ اوعى تغلط، هي minus تروح بالاشاره ايه؟ positive. يبقى الكلام x more than equal كام؟ 2. طب انا بقول لك دلوقتي الرد ده عايز الناس اللي هم من اول ال 2 لغايه الانفينيتي، يبقى الدومين بتاعنا عباره عن ايه؟ to closed وانفينيتي، هم دول اللي شغلونا في المساله دي. طب واللي جايه يا مستر دي شبه اللي فوق بالظبط، هيبقى دومينها ار، احنا خلاص الكيوب ده ممكن فيه بقى قلب جامد قوي، ما يهمناش في كيوب روت ار. طب اللي جايه دي بقى، لا ده الروت حطه لنا في الدينومترز تحت، لازم ما اقولش بقى مور ذان اور ايكوال، ما اقول ايه بقى؟ هقول اكس بلس 4 مور ذان 0. الكلام ده كويس؟ امسك القلم معايا كده يلا بينا، اكس بلس 4 مور ذان 0. مين يروح الناحيه الثانيه؟ سامعك 4، يلا عديها الناحيه الثانيه، هتروح بساين ايه؟ هي بلس، هتروح بباين بلس برضو؟ لا طبعا، هتروح بالماينس، هيبقى اكس مور ذان نيجاتيف 4. يبقى انا هاخد الارقام اللي هي من اول ايه بقى؟ نيجاتيف 4 اوبن، حرص اوبن، اشمعنى المره دي اوبن؟ عشان احنا ساكنين تحت في الديفراكشن من تحت، ما ينفعش اطلع زيرو تحت، يبقى من بعد النيجاتيف 4 لغايه الانفينيتي. كده احنا جبنا ايه؟ امثله سريعه عشان ولادنا ياخدوا البيزكس تحت الريال فانكشن دي، عشان الايام اللي جايه بقى هنحط مسائل اعلى بقى، ونخش بقى نتكلم بقى على التايب فانكشن والمونوتوني وكلام جميل. ما حدش بقى يقول لي ده انا لسه مش فاكر الدومين بجاب ازاي، او الدومين ده جاب ازاي. يلا شوف الايه الاكزامبل اللي جاي. تمام، احنا كده طلعنا حاجه احسن بقى خالص النهارده بقى دكتور مصري، بقى نعمل حاجه احسن. تعالى بقى ناخد نفس هادي شويه كده، ونروح نرحب بمنهج جديد اسمه في الكالكولوس اسمه الليميتس. وطبعا انا كسبت وقت وحطيتك في المنظومه على طول عشان نعرف ايه حكايه الليميت دي بقى. انا كلنا سنه تانية طبعا كلنا يقول الله درس الليميت ده بيعتمد على مهارات قديمه وعايز طالب متمكن فيها شويه، بس الكلام ده فعلا هيبقى هياخد مني وقت شويه، وهنمشي خطوه بخطوه مع بعض. انا عايز اعرف حكايه الليميت دي بقى. كلمه ال اي ام دي اختصار لكلمه ليميتس، ومعناها بالعربي نهايه. أنا مش معايا بالعربي، يهمني يعني إيه كلمة ليميت؟ معناها تخيل أنت كده الفانكشن اللي هي إكس باور 3 ماينس 1 على إكس ماينس 1، لما الإكس تنيد تو ذا 1، لما الإكس دي تندز تو 1، لما الإكس دي بالعربي تاخد 1، لما الإكس نعوض عن 1. تخيل كده، تخيل كده إن أنت رايح كده بجدعنتك وشطارتك هتحط إكس ب 1 في المسألة. إن طلعت معاك إجابة على طول يبقى الراجل ده عامل معاك واجب، وان طلعت زيرو على زيرو يبقى مش عامل معاك واجب، انت اللي هتوجب مع المستر ده ساعتها. طب تيجي نجرب كده الاول، حط الاكس ب 1 كده فوق، 1 باور 3 ماينس 1 هتطلع زيرو، حط 1 تحت كده 1 ماينس 1 زيرو. الله ده زيرو على زيرو،
ده كلام مش موجود في الماس يا مستر. بالنسبه لنا يبقى كده مش هنجيب لك ليميت. انت قلت كلمه ليميت معنى ايه؟ ذا فاليو اوف فانكشن لما اكس نير تو 1، لما الاكس تب تو 1، لما الاكس تنس تو 1، انا عوضت عن 1 طلع لي 0 على 0، كده انت مش هتاخد مني اجابه. قال لك لو وصلت للمنظر ده لا هد اللعب بقى يا معلم. قدامك بقى ايه؟ ثلاث طرق او ثلاث شوارع تخش فيهم. والله لو الاكزامبل اللي قدامك ده بشطارتك وجدعنتك لقيت فيه حاجه فاكتورايزنج اعملها، لقيت حاجه اسمها كونجكيت اعملها، لقيت حاجه اسمها لونج ديفيجن اعملها. طبعا ولادي يحاولوا يقولوا تاني ايه؟ تاني اللي المساله طالعه زيرو على زيرو، يبقى اذا انا المخير قدام مني ثلاث طرق همشي فيهم. يا اما احل بالفاكتورايزنج، ده لو كانت تستاهل طبعا وانت شايف فيها كده ان في حاجه اتعمل فاكتورايزنج، او تعمل لها كونجكيت، وطبعا هنعرف يعني ايه كونجكيت بعد شويه، او حاجه اسمها لونج ديفيجن. طب واحد انا شايفه بيقول الله الحاجه اللي فوق دي مش غريبه عليا، اكس باور 3 ماينس 1 دي مش غريبه عليا. خدناها زمان في بريك 2، كان بالمثل يقول يعمل براكت صغير وبراكت كبير، فاكرين؟ براكت صغير وبراكت كبير. راح الماستر مسك سمع كلامكم، حط براكت صغير وبراكت كبير. كنت بجيب براكت صغير منين؟ حد فاكر؟ ها مين اللي سمعنا كده؟ برافو. بنعمل كيوبيك روت للاكس باور 3 تطلع باكس. بص كده على الباكت الصغير في اكس اول واحده اهي، يبقى الاكس الاولانيه دي جايه منين؟ من كيوب روت لاكس باور 3، والماينس حطها زي ما هي. طب وال1 اللي جنب الاكس ده اللي هو الدراكت الصغير شايفينه جاي منين؟ من كيوب روت لل1 اللي هو اللي فوق ده. يبقى البراكت الصغير صوره مصغره على صغير خالص من ايه؟ من الاكسبريشن اللي هو اكس باور 3 ماينس 1. خد كيوب روت للاكس باور 3 وخد كيوب روت لل1 وبقت اسمها اكس ماينس 1. طب يا مستر كده جبنا لك البراكت الصغير، بتجيب الكبير ازاي؟ فاكره الاولاني باور 2 ادي الاكس، الباور 2 بتاعها اكس باور 2، نيجاتيف 1 الباور 2 بتاعها 1 في الاخر اهو، واللي في النص بعمل اكس تايمز نيجاتيف 1 واغير الساين. فاكرين؟ فاكرين لما كنت بعمل اكس في 1 كده بعملهم تايمز في بعض واغير الساين؟ كده كده عرفنا اتفقنا مع بعض ازاي نجيب اكس باور 3 ماينس 1 فاكتورايز. وانا لعلمكم اخترت الكيوب ليه؟ لان طبعا من شويه احنا في لما كنا بنطلع الدومين خدت انا اللي هو باور 2 وكان سهل شويه، قلت ولادي بقى زمانهم ناس الكيوب حط لهم دي بالمره عشان يعرفوها بالمره. كده احنا عملنا فاكتورايزنج. طب واللي تحت هينزل زي ما هو، حد شايف حاجه هتروح مع بعضها؟ ده دكتور مصري كده حاطط علامه حمراء على تو براكت. الاثنين اللي اتشطبوا دول مع بعض هم دول اللي كانوا مزعلنا في الفانكشن، هم دول بتوع زيرو على زيرو. تخيل لو مشوا المساله بقت تمام بالنسبه لنا، اقدر اعوض عن 1 وانا مطمن هطلع فاليو اجابتها جميله. لما كنسلنا اكس ماينس 1 مع اكس ماينس 1 المساله خفت شويه. ايه بقى اللي بقى فاضل لنا بقى؟ فاضل اكس باور 2 بلس اكس بلس 1. المساله دي بقى هنحط فيها الاكس بكام؟ 1. عوض يا معلم كده، شيل كل اكس وقعد مكانها 1، نقول مع بعض 1 باور 2 بلس 1 بلس 1 بقالتك تطلع بكام؟ ب 3. اصبح ليميت الفانكشن دي بكام؟ ب 3. هنا بقى هعمل وقفه معاك. خلي بالك في الليمت السؤال بتاعها ممكن يجي لك سهله جدا في التابلت، هيجي تشوز يقول لك 5 ولا 2 ولا 3 ولا 1. انت وجدعنتك بقى خش على المساله بقلب جامد، لقيت المساله فيها فاكتورايز خلص فيها على طول فاكتورايز. وخلي بالك اوعى تغلط في اشاره، وطالما ما كنسلتش يبقى انت واقع في اشاره معينه. لو انت مش عامل زي كده براكت تروح مع براكت كده زي ما انا عامل كده بالاحمر كده، لو ما عملتش في الفاكتورايز اعرف انت غلطان في ساين. اي اشاره بقى الله اعلم بقى، نيجاتيف بوزيتيف رقمين غيرهم، المساله بيقول لك اقف انت ما كنسلتش ليه؟ طالما عملت فاكتورايز لازم تكنسل، لازم تمشي التو براكت على بعض، لازم البراكت ده يمشي مع واحد زيه فوق. في طلبه السنه بيقول يا مستر احنا كنا مين نبص على تحت اكس ماينس 1 بيبقى في حاجه زي اكس ماينس فوق. قلت له ده انتوا عندكم صراحه على بها جميله، انتوا عايزين يبقى البراكت ده هيكون موجود فوق. فكانوا بيعرفوا الاجابه من ايه؟ الحته الجميله دي عندنا. طيب نمشي كمان لمثال تاني. يلا بقول لي يوز ذا كونجكيت، استخدم الكونجكيت فايند ذا فولينج ليميتس. طبعا الطلبه بتوع سنه ثانيه شافوا الروت اتفاجعوا، قال لك ايه ده بقى انت يا دكتور مصر دلوقتي كان المساله فيها فاكتورايز، انا لو مش هسمع كلامه وهدخل فور في المساله
هسمع كلامك، يلا بينا نمشي مع الطالب ده ويعوض عن فور. عوض يلا بينا كده. فور ماينس 3 بكام؟ 1. روت ال 1 كام؟ 1. ماينس 1 كام؟ 0. يبقى اللي فوق ب0. انزل بقى تحت كمان، 4 ماينس 4 بكام؟ ب0. يبقى المساله 0 على 0، يبقى ما خدتش منك اجابه. لسه انا سؤالي واقف، انا عايز ليميت الفانكشن دي. طالما المساله طالعه 0 على 0 يبقى انت هتركب في اي شرعيه، يا اما الفاكتورايز ده لو تستاهل، يا اما الكونجكيه، يا اما اللونج. لما الاقي المساله فيها روت قلبي واحساسي بيقول لي المساله دي فيها كونجكيت. طبعا ولادي بتوع سنه تانيه يقول لك يا مستر دخلناه زمان واحنا في تانيه اعدادي كده، كان المستر بيقول لنا ايه؟ لو عندك براكت روت وجنبي حاجه كان بيغير الساين في النص، لو ماينس خلاها بلس، لو بلس خلاها ماينس. هو ده. عايزك تمشي بالقلم معايا كده بالراحه واطلع على ايه؟ على روت اكس ماينس 3 ماينس 1. حط دايره على نيجاتيف اللي جنب ال 1 دي، ممكن؟ لو المساله جايه بالماينس انت هتحطها بلس في الكونجكيت، ولو المساله جايه بالبلس هتحطها انت بالماينس. عرفت الساين دي فين؟ اللي قاعده بين الروت وبين النمبرز، ممكن يبقى روت وروت. وحر بقى في الامتحان، انت مهمتك حاجه واحده بس، تمسك قلمك والرصاص ده وداخل على الساين اللي هي قبل الحاجه الاخيره، حط على دايره، اللي لقيتها ماينس اشتغل انت على البلس، لقيتها بلس اشتغلت على الماينس. هو ده اسمه الكونجكيت بالنسبه لنا. راح المستر جايب المساله تاني من الاول وخد قرار. ايه هو القرار اللي خده بقى؟ عمل مالتي بلاي. عايزك تحط سن القلم على المالتي بلاي كده معايا؟ ايوه جرب ما تخافش. اهو ايوه كده، المالتي بلاي ده قرار. زي ما خدت من شويه قرار الفاكتورايز، اهو انت هتاخد قرار اسمه المالتي بلاي في الايه؟ في الكونجكيت. راح تعمل تايمز واخد شرطه طويله وحط الكونجكيت فوق وتحت. اشمعنى فوق وتحت؟ اصل انت عارف زمان واحنا في برايم 3 او 4 قال لك لو انت عندك اي فراكشن عملت فوق تايمز 2 يبقى تحت لازم تايمز 2، فوق تايمز 3 يبقى تحت تايمز 3. اذا انا هلتزم بكلام الفراكشن، هعمل الحاجه اللي فوق هي الحاجه اللي تحت. اصل انا لو غيرت يبقى انا كده ببوظ المساله خالص، لازم اعمل تايمز في الحاجه الايه؟ اللي هي فوق وتحت نفس الحاجه هي هي. طب ولادي طبعا حطوا الكونجكيت في المساله وحطوا بلس فوق وبلس تحت وهيعملوا بقى مالتي بلاي. كلنا عارفين اسهل انواع التايمز النمبر في الكونجكيت بتاعه. تعالى كده شاور على اول روت كده، روت اكس ماينس 3 هتعمل تايمز مين؟ روت اكس ماينس 3 صاحبتها هناك. لما الروت ينضرب في نفسه ايه اللي بيحصل؟ بيطير، بيمشي ويسيب لنا اكس ماينس 3 لوحدها. نقول تاني، لما تحط سن القلم على روت الاولاني وسن القلم على الروت الثاني وتعملهم تايمز في دماغك كده، الروت يضيع الروت، هيتبقى لنا اكس ماينس 3. بعد كده خلصنا من الروت. لو خدت النيجاتيف ضربتها في البوزيتيف هتطلع لك نيجاتيف. شايفها؟ انا كاتب لك نيجاتيف اهو، كاتب اكس ماينس 3 نيجاتيف. جت منين النيجاتيف دي بقى؟ النيجاتيف في البوزيتيف. طب لما اخد ال 1 تايمز 1 هيطلع 1. يا سلام على السهوله. معقول؟ معقول البراكت ده كله يبقى سهل كده؟ اه طبعا. انت كنت مستصعبه؟ لا طبعا. ده الروت في نفسه بيضيع نفسه، ينزل اكس ماينس 3. ولما اقول نيجاتيف في بوزيتيف يبقى نيجاتيف، 1 تايمز 1 يطلع 1. تعالى بقى يا معلم تحت بقى. يا دكتور ده حاجات مختلفة، أنا شايف اكس ماينس 2 في حتة وده في حتة تانية، قال لك خلاص، أنت يا عم قربهم بس من بعض. لعل وعسى يظهر لك حاجة تروح مع بعضها. اسمع كلام المستر بس، قربناهم لك من بعض هم. حد شايف حاجة؟ أنا شايف طلبة بيقول والله ده 3 وال 1 دولت فيهم شبه من الحاجة اللي تحت دول. 3 وال 1 لو جمعناهم في دماغنا هيطلعوا 4 بس بالماينس. الراجل لمهم لك في براكت بقوا اكس ماينس 4 وتحت اكس ماينس 4. ايه بقى الحاجه اللي انا اعملها دلوقتي؟ مين يقولها لي؟ ها؟ سمعتها منكم؟ مين؟ الله ينور عليكم، هنكنسل. طالما هنكنسل يبقى احنا كده نجحنا في ان احنا هنضيع 0 على 0. يلا امسك قلمك كده، خليك شاطر. ده يروح مع ده. كده المساله فضيت. ان الاوان ادخل اكس فيها 4 بقى. عوض اس 4 كده فيها كده، يبقى 1 ده اللي فوق. في طلبه كتير قدامنا بينسوا ان هي دي فراكشن، يروح كاتب لك الروت اللي تحت بس. قول له يا عم انت شايف ان ده فراكشن، امال الفراكشن راح فين؟ لما اللي فوق مشي يبقى مكانه 1. 1 واللي تحت الروت ينزل زي ما هو. يلا بقى كده اعمل سبستيوت على اكس ب 4 كده مع بعض، يبقى روت 4 ماينس 3 ب 1 وجنبها 1 يبقى 2، يبقى 1 على 2 يبقى كده الفاليو بتاعتها 1 على ايه؟ 2. طبعا في التابلت هيجي لك السؤال ده، شوف ممكن يجي لك يعني مساله زي دي
وخيرك مع نفسك انت بقى، يقول لك اجابه هاف ولا سيرد ولا كذا، انت مطالب تاخد القرار. عايز اقول لك كلمه في ودنك كده، القرار ده سهل وما اصعبه. ايه هو السهل فيها؟ ان انت تعرف الاول يعني ايه شكل كونجكيت، وتعرف ازاي تعمل تايمز ازاي، وما صعبه لو انت ما عندكش البيزك القديمه دي، ساعتها المساله هتبقى واقفه قدام منك وانت ما انتش عارف يعني ايه كونجكيت. لا الكونجكيت سهل، هو نفس الحاجه، بس الساين اللي هي بين الروت هي دي بتتغير، ولازم احطها فوق كومي بيست، فوق وتحت. يبقى التايمز اللي انت شايفها دي هو ده القرار، ركز على الكلمه قوي، هو ده القرار اللي هتعمله، الفكره اللي هتعملها خليها في ودنك كده، هتفتكرها وانت بتحل الاكزام، تقول والله دكتور موسى قال لي حاجه، لما الاقي ده هعمل تايمز، وحط فوق وتحت واعمل تايمز عادي خالص. طب يلا بينا نشوف حاجه ثانيه، نشوف هنوصل لغايه فين. ايه ده احنا بقى يا دكتور مصري، احنا كده شغالين بقى على ايه؟ ده احنا بناخد النهارده حاجه زي اختلافات جميله كده عشان نقرب المنهج يمشي كله مع بعض، يعني حته الجبرا مع حته ليميتس مع حته تريج. النهارده بقى بناخد اول كمان درس في تريج عشان ما ننساهوش، وتقدر تحل عليه بقى من شويه، يعني انت معاك فرصه اهو، لو عرفت النهارده تعرف تحل بكره وبعده وتصير عليه، يبقى انت كده ماشي معانا في المنهج كويس، ويبقى الايام اللي جايه اللي قبل الاكزام تقدر انت تتعامل معاها. ايه حكايه بقى الساين رول دي بقى؟ دلوقتي سنه ثانيه ثانوي بيدينا بعض المهارات والقوانين اللي ممكن تحل بيها وتجيب يعني حاجات ان فاريبل مش موجوده تقدر تجيبها باستخدام اللي هو الساين رول. انا عايزك تعرف تقعد بالراحه كده بالراحه وتسمع يعني كلمه ساين رول. الساين رول ده اساسا قانون بيعتمد الريشيو بين الساينز الانسايد مع الساين الانجل. يلا بينا كلنا كده، انا مش راسم الرسمه ليه؟ عشان حابب ولادي هم اللي يعملوا معايا، اللي هيرسم ويشتغل معايا هو اللي هيشتغل معايا وهيبقى فاهم السؤال. يلا ارسم تريانجل كده واكتب عليه اي بي سي. رسمت؟ لا لسه، في ناس لسه بدور على ورقه اهو. ادي التريانجل اسمه اي بي سي، شايفه؟ تعالى كده على السايد اللي قدام انجل ايه، قول لي اسمه. اسمه ايه؟ اي سي يا راجل. اسمه ايه؟ قول كويس. بي سي، تمام. يبقى عندي تريانجل اي بي سي قدام منك ظاهر اهو. البي سي ده سايد اوبوزيت انجل ايه. ممكن تحط على القلم كده عليه حاجه اسمها اي سمول في نصه كده، حاجه اسمها اي سمول صغيره. وتعالى اقف عند انجل بي كده، حط صبعك عليها. مين اللي ساكن في وش منها؟ مين السايد اللي في وش منها؟ اسمه اي سي، شايفه؟ حط عليه بي سمول. بي سمول خلي بالك، بي سمول دي تعني اللينس بتاع الاي سي، اللينس بتاع الاي سي. حط صبعك على السي كده، انجل سي شفتها؟ مين اللي ساكن في وش منها؟ مين اوبز في وش منها؟ اي بي، حط عليه سي سمول. كده بقى في ثلاث حروف سمول قاعدين بره، حاجه اسمها اي سمول، بي سمول، سي سمول. تعالى بقى كده اكتب لي القانون ده تحت الترند اللي عندك. انا ما حبيتش بقى احط ايه قانون عشان ايه الطلبه يقول لك لا ده المساله جايه محلوله، لا انا عايزك انت ايه تاخد القانون بالراحه وتجيبه بايدك، لما تجيبه بايدك مش هتنساه صدقني. يلا بينا نكتب مع بعض. ايه على ساين ايه؟ ايكوال بي على ساين بي، ايكوال سي على ساين سي، ايكوال تو ار. ايه حكايه الار دي بقى؟ نقولها تاني؟ نقول تاني القانون. ايه على ساين ايه؟ ايكوال بي على ساين بي، ايكوال سي على ساين سي. طبعا الاي دي سمول اللي فوق، واللي تحت ايه كابيتال، بي سمول فوق تحت بي كابيتال، سي سمول فوق تحت ايه سي كابيتال، وجنبها ايكوال 2 ار. الار دي بقى علماء الماس لما اكتشفوها، المستر اللي طلع القانون ده جاب الكومبس وطلع قسم الريشيو ايه على ساين ايه وقسم على 2، طلعت عدد، مسك الكومبس وحطه في نص التريانجل وعمل السيركل، مرت بالاي والبي والسي، وقال لهم بس ده انا لقيت اكتشاف عظيم، انا اخد اي رشو فيها واقسمها على 2 طلع لي الراديوس بتاع السيركم وسيركل اللي هي بتاعت ترينجل اي بي سي. تخيل بقى، يعني انت لو انت عايز تجيب وانت قاعد مكانك كده تجيب الراديوس بتاع السيركل اللي باسس باي اي وبي وسي، هتاخد اي رشو فيهم وتعملها ديفايد 2 هتطلع الراديوس بتاعه. لا طبعا الموضوع سابق اوانه، واحنا هنشوف واحنا بنحل مع بعض كده. احنا ايه اتكلمنا على قانون الساين ايه، عايزين نفعله بقى. قبل ما اخش القانون ده هكتب حبه قوانين صغيره برضو هتكتشفها، برضو ما كتبتهاش عشان تسمعها وتركز معايا، لكن لو موجوده هتبص مش هتركز معايا. تعالى اكتب كده حبه مطاريف كده جمال على جنب كده.
لو طلب بارامتر التريانجل اكتب جنبها كده ايكوال، يلا بارامتر ايكوال a بلس b بلس c برضه سمول، ها a بلس b بلس c. لو طلب منك الاريا بتاع التريانجل هتكتب هاف a سمول b سمول ساين c، او هاف a c ساين b، او هاف b c ساين a. اي واحده من دول تغنيك. نقول تاني هاف a b ساين c، هاف a c ساين b، وهكذا. طيب طالما الريدس داخل معانا في الحوار يبقى اكيد الراجل ده يعني اكيد داخل معانا في الموضوع، عايزين نحترموه، اكيد ليه علاقه بالراديوس. حد فاكر زمان السيركل كان لها السيركل فرانس، حد فاكره؟ ايوه اسمه 2 باي ار، برافو عليكم 2 باي ار. يبقى لو سالني على السيركل فرانس على السيركل هقول له 2 باي ار. فمين بقى شاطر حافظ بقى الاريا بتاعت السيركل؟ سمعت واحد بيقول لي باي ار باور؟ ها اسمعها منك 2، جود باي ار باور 2. المطالب دي هخليها على جنب ليه؟ بعمل لك بقى ورم عشان لما يسالك عليها يبقى انت جاهز، ما تقعدش بقى تعمل سيرش في دماغك تقول السؤال صعب ده. لا يا عم انا اقرب لك الحاجه بتاعتنا يا جدعان. طيب بيقول لك ايه؟ Find the length of the long side in triangle ABC in which measure A 54.33، measure B 49.22، والA small 124.5 سنتيمتر. مش ملاحظ حاجه؟ ان القانون ده زمايلك مسمينه انجل انجل سايد. ليه؟ حاجه كده شائعه بين الطلبه، يقول لك الساين رو ده لما لقيته انجل سايد اروح ماسك في ايدي بالساين رو على طول. قلت له ماشي يا عم مفيش مشاكل، الحاجه اللي تفهم بيها مش مشكله، انا يهمني تفهم. يبقى انت ميزته بانجل وانجل سايد، ماشي يا عم. انا بقى هنرسم مع بعض ترينجل كبير، يلا بينا كده كلنا مع بعض. رسمت الترينجل الكبير ده كده فاضي كبير، ها عشان تحط الداتا فيه شويه. تعالى على الايه اكتب جواها كده، جواها 54 ديجري 33 مينت. تعالى على البي اكتب جواها كده 49.22 مينت. بي جواها وحد فيني ده على السايد بار دي ديجري. تعالى بقى على ايه سمول، طالما حاجه سنتيمتر تحط فين؟ في الانجل ولا على السايد؟ برافو حط على السايد. اطلع كده على اللي هو اللي قدام بي سي، شايفه؟ شايف بي سي؟ شايفه بي سي اهو شايفه؟ شيل الايه حط مكانها 124.5. وتعالى بقى اكتب بقى ايه بي سمول قدام البي وسي سمول قدام السي. طبعا التريانجل بيقول لك بص في حاجات كده لو جبتها الاول هتريحك شويه. مين فاكر زمان سم اوف انتيريور انجل اوف تريانجل 100 اند كام؟ كام؟ 100 اند كام؟ برافو 108. ممكن تجيب لي بقى انجل سي ولا ما تعرفش تجيبها؟ طبعا هجيبها. هناخد الكالكوليتر بتاعتنا يلا مع بعض. مسكت الاله بتاعتك اكتب معايا واحده واحده 180 كوما. عارف الكوما اللي اني اللي هو المفتاح اللي عليه كلمه زي ايه؟ زي الفصل الصغننه الجميله دي شبه الكوما دي، واعمل ماينس وافتح براكت واكتب جواها 54 كوما 33 كوما بلس 49 كوما 22 كوما. لازم تنهي بالكوما على فكره، خلي بالك، واقفل براكت واعمل ايكوال. طلعت لك كام؟ 75 مينت. واحد تاني يقول لي يا مستر معلش انا كنت الاله اتلخبطت فيها، هرجع معاك تاني. يلا بينا 180 كوما ماينس وافتح براكت، لازم افتح براكت، ها حط لي الرقم ده جواه 54 كوما 33 كوما بلس 49 كوما 22 كوما، وقفل براكت ايكوال. طلع لك كام يا معلم؟ الاله مجهزه لك اهو، حط الرقم ده جوه انجل سي بقى كده، ما عندكش حجه. الاي معاك، البي معاك، السي معاك، ما فضلكش غير حاجه كتير اتنين عايز يجيبهم لي اللي هو البي سمول والسي سمول. عايزك زي الشاطر كده، هو الراجل عايز منك لونج سايد. لا يا عم انا هجيب لك كل حاجه دلوقتي عشان اول حصه في الساين رول نعمل كل حاجه. تعالى كده اكتب القانون كده، اي على ساين اي تساوي بي على ساين بي تساوي سي على ساين سي هتساوي 2 ار. طبعا انت قدامك اي على ساين اي بتساوي سي على ساين سي. لا انا هبقى مع كريم مع الراجل ده، هحط له القانون كله اول مره عشان ولادي يعرفوا القانون كده يتدربوا عليه. يلا نكتب مع بعض كده، اي على ساين اي ايكوال بي على ساين بي ايكوال سي على ساين سي ايكوال 2 ار. عوض بقى، شيل الاي وحط قيمتها اهو 124.5 على الساين الحاجه اللي تحت. في ولاد بقى بشوفهم كتير جدا ينسوا كلمه ساين دي. يا عم هو قانون اسمه ساين، اما تشيل الساين يبقى ليه قانون لازمه؟ ده انت لو شلت الساين المساله ما تبقاش قانون. حرص قوي قوي اوعى تنسى الساين دي،
وبيساعد على حاسبه كمان، يعني بدل ما يكتب ساين يروح كاتب 54 على تايمز وتبقى المساله كلها غلط. وطبعا كمل بقى بي على ساين بي يساوي سي على ساين سي ايكوال تو ار. بسيب لك وقت عشان تكتب الايه ارقام قدام مني اهوت، وانا شايفك انت بتكتب اهوت، في ناس بتكتب الارقام هي شايفها وناس كتبت تو ار اهوت، تمام كده خلاص القانون كتب خلاص. مين بقى فاكر حركه السيزر زمان لما كنا نعمل السيزر؟ لو عايز البي هنعمل كروس مالتيبلاي، لو عايز السي هنعمل كروس مالتيبلاي. هو عايز السي اللي هو اطول خط في التريانجل اللي هو بيقابل انجل مين عندك 76، عشان الرقم ده هنحتاجه في الكوزاين رول قدام، اطول خط اللي بيقابل اكبر انجل عندنا. يبقى كده يا دكتور مصر بقى هنعمل كروس مالتيبلاي على كده، يبقى انا كده بقى هعمل كروس واجيب بقى ايه ده في ده على ده. طب دلوقتي انا خلاص يا مصر انا من هنا وماشي لما احب استخدم الساين رول هعمل حاجات جميله قوي قوي يعني. واحد، ارسم التريانجل على جنب كبيره. الطلبه اللي بيعملوا التريانجل الصغير ده بيتلخبطوا، يحط الانجل نصها موجود نصها مش موجود. لا يا عم ارسم تريانجل كبير على مالك وافهم الدرس بتاعك كويس. حاول تدخل لي الداتا اللي بره دخلها جوه التريانجل بهدوء. ما اكثر الطلبه اللي بينسوا 54 دخلها لي 45. شايف انا بقول لك ازاي؟ انا لو بصيت على كل واحد الاقي ممكن تلاقي 1% منكم غلطان الغلطه دي. لازم انقل الحاجه بالراحه. انجل A اكتب 54 جنبها 33. انجل B 49.22. انجل A او سايد A سمول واخد 124.5. كده احنا لازم الداتا بالتحديد تدخل على التريانجل باسلوب سهل وواضحه جدا بالنسبه لي. طيب بعد كده بقى ايه؟ أول حاجة بعملها بجيب الأنجل الناقصة عشان توفر معاك شوية، عشان تجيب لك سايدز برضو معاك شوية، فأروح عامل 180 ماينس، واللي لمحت الأنجل دي فيها كوما لازم تضرب 180 كوما الأول ماينس، وافتح براكت وحط الأنجل اللي عندك ولو فيها كوما اضرب 54 كوما 33 كوما بلس 49 كوما 22 كوما واقفل البراكت وطلع الأنجل الجديدة وخدها حطها جوه التريانجل بهدوء. أنا أقول لك بهدوء ليه؟ معظم ولادنا بيستعجلوا ال 76 يشوفها 67 ويحل المساله وهو حللها هي اساسا منقوله وتعبان في الانجل وحلها غلط عليه. لا حرص عشان تقدر تاخد درجتك كامله، تمام؟ لان السؤال ده من اجمل المسائل اللي بتديك درجات وبتنجحك في ايه؟ في ماده الناس بالنسبه لي. طيب كده حطينا الحاجات، افتكر معايا بقى انا عايزك تخبي الشاشه كده وتفتكر قانون الساين رول. مين حافظه؟ مين نقول مع بعض؟ طب انا هقول حاجه وانت تكمل. ايه على ساين؟ ايه بي على ساين بي، سي على ساين سي ايكوال تو ار. كده ممكن اجيب لك الاي والبي والسي واطلع اجيب لك البرامتر الترينجل كله اللي هو اي بلس بي بلس سي. ولو عايز اريا اجيبها لك يا مستر. ده كده ايه ده؟ ده انا جبت حاجات ما كنتش بقدر اجيبها زمان وانا في ايه في اولى ثانوي. ده انا كده بجيب اريا وانا عندي تو سايدز بس. ده انا ممكن اشتغل كمان لو معايا انجل اجيب دخل معايا اجيب حاجات راديوس تحت السيركل. اصبح ان احنا قدامنا اكتر من مهاره ان احنا نجيب ايه حاجات للساين رول بتاعنا ده ونمشي فيه ايه بمهاره. احيانا يجي لك صور اخرى للساين رول، وطبعا الكلام ده ايه يعني يمكن ياخد مننا وقت شويه، بس انا حبيت اقول لك ان الساين رول ده يعني من ضمن القوانين اللي اصحابك هيبقوا فرحانين بيها جدا، بالنسبه لهم سهل قوي قوي، لان هو هيطلع النهارده هيمسك بقى اول اسئله في كتاب المدرسه ويبدا بقى يحل ويبدا يرسم معانا في الحاجات اللي هي ايه عندنا. برضو هطلب منك طلب، انا لما بشتغل على الاله حاسبه ببقى حريص عليها، اتاكد الاول على النظام بتاعها الاول. في طلبه كتير جدا بيخش كده على الحاجه ويبدا يخش، ممكن تكون الاله على نظام وهو على نظام تاني خالص، فلازم يحرص يمسك الاله كده ويتعامل معاها. لازم اتاكد ان الاله دي بالنسبه لنا ان هي متظبطه على الدي والماس بتاعتنا عشان يبقى الانسر يجي لك ايه صح بالنسبه لنا. طبعا ده كان جزء صغير خدناه بعض المسائل على الليمتس وبعض على التريك وعلى الجبر. ان شاء الله المره الجايه ان شاء الله مع بعض هنتكلم على حاجات جميله كده باذن الله. اشوفكم المره الجايه في احلى دروس الكالكولس اللي هو الثيرم اللي هي الجديده اللي هناخدها، وهناخد بقى ايه حاجه تبع التايم فانكشن وناخد اكسترا بروبلم على الساين رول. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.